مفيش كمان اختلاف انها تكون خافية عن كل اللي في الدنيا، وما فيش شك برضو انها رغم مكانتها دي الا انها غابت عن الساحة لفترة طويلة وبانت كأنها للأسف دولة ملهاش وجود. تفتكر ليه يا احمد؟ ايوه صح، ليه؟ سؤال وجيه، لكن من الافضل اننا نسأل بيه لبلدنا الغالي مصر. ليه يا ام الدنيا يلي مديتي ايدك بالمساعدة لكل الدنيا، ليه دلوقتي بقيتي محتاجة لكل الدنيا؟ اهلا بيكم يا حبايبي وبكل ولادي اللي بيشوفونا دلوقتي. قبل ما اجاوب على سؤالكم احب اشكركم جدا انكم اتحتولي الفرصة العظيمة دي علشان العالم كله يسمعني، وليه لا، ما ياما العالم كله كان بيسمعني ويتعلم مني. طيب ايه اللي حصل ليك يا بلدي؟ حصل حاجات كتير يا شمس، اهمها ان كتير من ولادي خانوني. ولادك خانوكي؟ افهم من كده ان ولادك خاينين. لا يا بنتي ما تفهمينيش غلط، انا بقصد ان بعض ولادي مش كلهم، يعني اللي كانوا بيعملوا لمصالحهم الشخصية وما يهمهمش اكون ضعيفة بين الدول ولا قوية. تقصد يا شمس نوعية معينة من المصريين؟ مش كلهم اكيد، يعني حاكم ظالم وحاشية فاسدة ورجال اعمال جمعهم بين السلطة والمال، مش كده برضو يا بلدي؟ طبعا كده يا احمد، ربنا يبارك فيك، وكنت دايما بحاول اتماسك واكون قوية رغم كل الأزمات والمشكلات اللي كانوا بيدبروها ليا، لكن ما باليد حيلة. وبعد ثورة التحرير هل هيكون عندك لينا تغيير؟ أكيد هتشوفوني حاجة تانية بإذن الله، لأن الوشوش اتغيرت والقلوب اتوحدت والعقول اتفتحت علشان تفكر وتغير وتتكلم وتعبر. أفهم من كده إن اللي جاي أحسن يا بلدي؟ بصوا لبكرة بكل تفاؤل يا حبايبي، لأن بجد وبكل تأكيد بكرة هيكون بيكو أحلى، انتوا الأمل ليا وللأيام اللي جاية. طب واللي بيحصل فيكي دلوقتي يا بلدي؟ إيه اللي بيحصل يا شمس؟ شمس بتقصد الخلافات اللي بنشوفها بين أولادك اليومين دول، وناس تنزل التحرير وناس تانية ضد النزول في التحرير، هل ده إيجابي يا بلدي؟ سؤال جميل يا أحمد، ولادي حبايبي بقالهم سنين محرومين من الحرية والديمقراطية وما صدقوا يحسوا بيها دلوقتي، وده شيء إيجابي يا ولادي، وزي ما بيقولوا في الأمثال اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، ولا إيه يا حبايبي؟ بكل تأكيد يا بلدي، بس أنا طالبة منك حاجة يا بلدي، ممكن أقولها؟ قولي يا حبيبتي. طالبة منك توجهي رسالة لكل اللي بإيديهم يبنوا مستقبلنا عشان جيلنا والأجيال اللي بعدين يرجعوا لك مكانتك اللي ضاعت مني. حاضر يا شمس، أول رسالة عندي أحب أوجهها لكل معلم وأقول له اخلص في عملك واتقي الله في أولادي علشان يطلع من تحت إيدك جيل صالح يعرف اللي ليه واللي عليه. كمان بوجه رسالة لكل إعلامي وبقول له اتقي الله في أطفالنا وشبابنا وعلمهم إزاي يكون ليهم دور إيجابي، مش يعيشوا في غيبوبة وتبقى كل حياتهم أفلام وأغاني هابطة. طب واللي مسؤول فيك يا بلدي؟ أنا بقول لكل مسؤول أولادي أمانة في رقبتك وربنا هيحاسبك عليهم، وهم جنتك أو نارك، كمان أنا أمانة في إيديك، ازرعني وعمر فيا وخليني زي ما كنت دايما أحسن بلد في الدنيا. وأنا وأحمد واللي في عمرنا تقول لهم إيه يا بلدي؟ أقول ليكم وليهم اجبروا على طاعة الله وحبوا بعض وحبوني وتعلموا أحسن علام واقروا كتير واسمعوا كلام بابا وماما واتفقلوا إني بيكم ومعاكم هكون من تاني أم الدنيا. بنوعدك يا بلدي اننا هنكون ان شاء الله عند حسن ظنك بينا، وبنستأذنك وبنستأذن ضيوفنا لفاصل ونرجع نكمل كلامنا.